مولانا عظيم وهو صانع كل شيء بكلمته. إلين نخرصه في السماء والأرض نشكر الخالق رب العالمين اللطيف الرحيم. اللي خلق كامل كان زين وكل شيء يظهر عظامته وجلاله وقوته. خلق مولانا جميع أنواع النباتات وجميع أنواع الحيوانات. عقب ذاك صنع أول راجل من التراب ونفخ فيه وأعطاه الحياة. هذا الراجل الأول كان اسمه آدم. وقبل مولانا سيقة من سيقات آدم وصنع منها مرأة تعود زوجة لآدم وتكثره. هذه المرأة الأولى كان ينقال لها حواء. الرب خلق الراجل والمرأة على صورته يكانهم يقدوا يتمتعوا بعلاقة صافية معاه ويعيشوا بسعادة بحضرته في الجنة. جنة كان مولانا محضرها لهم اسمها جنة عدن، ولا كان فيها ألم ولا موت. قال مولانا لآدم دق التوكل من صدر الجنة كاملة يكون صدرها واحدة يدين توكل منها دور تموت. يا غير خارق نهار خز الشيطان بحواء وقال لها توكل من ثمر صدراي المحرم. قبضت حواء الثمرة كالت شي منها وأعطات شي لجوزها وكالوا بأمه. عدلوا هذا بهم اللي طاعوا الشيطان في بل مولانا، وبسبب المعصية اللي عدلوا خسرت علاقتهم مع مولانا. به اللي مولانا قدوس والمذنبين ما يقدروا يعيشوا حذا. وصاع مولانا آدم وحواء من الجنة، وبذاك السبب مستهم الحشمة بهم اللي ما طاعوا مولانا. ونتيجة لذا آدم وحواء وذريتهم كاملة صابتهم الحشمة والموت. يا غير مولانا رحيم وعنده خطة يرد بها ذرية آدم الحلاقة حسنة معاه، يا كانهم يقدوا يعيشوا معاه إلى الأبد. وضح مولانا في الكتب خطة تسلك أرواقيهم من العقاب اللي يستحقوا وتغفر لهم ذنوبهم وتردهم على علاقة معاه. ظهر مولانا شمذ الخطة النبي إبراهيم. وثق إبراهيم في مولانا وعظمه، ووعد مولانا إبراهيم أنه يدور يرحمه ويرحم الخلق كامل من خلاله، ووعده أنه يدور يكثر ذريته إلين تعود كيف تحصد التراب على حاشية البحر. ونجوم السماء إبراهيم دار ثقته في مولانا. قال مولانا عن إبراهيم أنه من الصالحين وسماه صديق الرب. خارق نهار امتحن مولانا إبراهيم يشوف يا كانوا يثيق فيه ويطيعوا، وقال لإبراهيم أنه يقبلوا له يذبحوا. إبراهيم يعرف أنه من خلال طفيله ذا الوحيد مولانا واعده أنه دور يعطيه ذرية ياسرة، وثق في مولانا وطاعه وتبارك معه ولده يذبحوا. قبل إبراهيم موسى يا غير مولانا قالوا لا تعطب الطفل، أنا أعرف أنك تخشاني وبأنك جاهز لطاعتي. وعاقب ذاك شاف إبراهيم كبش قرن واحد في صدرايه وقبله وضحى به في بلوله. مولانا ينين عطى كبش اياك يضحى به بلد ولد ابراهيم، وضح انه حبه للناس عظيم كيف تحب والد متعدل لوله. وهذه الروايه تنعت ان مولانا مخطط معطى ضحيه تموت في بلد البشر كامل. قال مولانا في كتب الانبياء انه دور يرسل رقاش بلاد ذنوب يموت في بلد ذرية آدم ويمحي ذنوبهم
ويفرحهم. تضحيته الكبيرة يدور يفتح الطريق للي كامل آمن به. ياك يعيش في علاقة صافية مع مولانا. الأنبياء سماوا ذا البشر المسيح. قالوا من مولانا يدور يرسلوا أياك يسلك الناس كاملة ويقودهم باسم مولانا. ياسم القرون السابقة يجي تكلموا الأنبياء عن اللي لاه يعدل المسيح واللي لاه يعدل. النبي داود قال إن مولانا لاه يقول للمسيح أنت ابني. وهذا الأنبياء ما يعنوا به علاقة جنسية حاشا، يا غير الكتوب يقولوا بأنه كلمة الرب الأبدية، خلقك بشر من العذراء مريم. الأنبياء استخدموا كلمة ابن الله يوصوا بها علاقته القريبة مع مولانا، ودوره يسلك الناس ويعود ملك على العالم كامل. النبي إشعياء قال العذراء تحمل وتلد ابنا. الأنبياء كتبوا ملي إن المسيح لا يخلق في بيت لحم، وبنه دور يدخل في القدس كيف تملك راكبة الأحمر. وكتبوا ملي إن واحد من أصحابه اللي قريب له يدور يخونه ويبيعه بثلاثين دينار من النحاس. قالوا الأنبياء إن المسيح يدور يضحي بحياته، ومولانا يدور يرجعه من الموت في اليوم الثالث. سماوا الأنبياء المسيح ابن الإنسان، وقالوا بأنه لاه يصعد في مزنة إلى السماوات، وأن مولانا يدور يعطيه الحكم على جميع الأمم إلى الأبد. للو 2000 سنة كان إنسان عايش في ذا العالم وينقال له عيسى. وهذا الإنسان اللي شافت الناس أعماله اللي يقوم بيها عاد كلها يسوى الأخر. من درايه كان هذا الإنسان هو المسيح اللي سامعين به. هذا الفيلم ينعت من هو عيسى وشنه الأشياء اللي قال واللي عدل واللي متوافقة مع ذا قالوا الأنبياء عنه. هذا الفيلم فيه راجل يلعب دور عيسى، ومعروف أنه ما خالق حد كيف عيسى المسيح. يا غير هذا الفيلم وعدل يكان الناس تعرف وتفهم حياته، يكانهم يجبروا الرحمة اللي وعدهم بها مولانا. اللي لا يتشوف ذا الفيلم هو سيرة حياة سيدنا عيسى المسيح المقبولة من كتاب الإنجيل الشريف سورة لوقا. واللهم اهدنا كاملين على الصراط المستقيم. الدار اللي كان فيه قيصر أغسطس إمبراطور على الروم، وكان هيرودس الكبير ملك على ولاية اليهودية، مشى مولانا الملك جبريل شور واحد بكر اسمها مريم الدشرة الناصرة. لا تخافي يا مريم، مولانا ارضى عنك الدور تحملي وتخلي طفل تسميه عيسى. هذا باسم الحالة، أنا مبكر. قدرة العلي تظللك كيف اللي جاء في الزبور. الطفل القدوس الإلهي تجبري هو المسيح المنتظر ابن الله وملك ما يوفى أبدا كيف زرعلى داؤه. قاست مريم دشرف ولاية اليهودية شور من تعملها اسمها إليصابات، وهي ملي حملة معجزة. إليصابات مريم من تعمي، انت ابرك مرفض العالم ومبارك ولي الجنين اللي في بطنك. به اللي منين سلمتي عليا رصة في الجنين اللي في بطني من الفرح. نفسي تعظم ربي وروحي تفرح بالله مخلصي، من بارك جميع الأجيال يسموني المباركة. علموا يا الناس كاملة في الناصرة أن القيصر أغسطس مر قرار بالإحصار في الأرض المحتلة وفي ولاية الجليل واليهودية، ويالت الناس كاملة تنحصى كل حد في دشرة جدوده. ما
مشات مريم شرد أسرت بيت لحم في ولاية اليهودية مع خطيبها يوسف. يا غير ما شبر بليده في دار الخطة وفرض عليهم يقيسوا زريبة الحيوان. كان في ذيك البليده شمن الرعيان يسرحوا حيوانهم في الليل، ثم لين ظهر لهم ملك وضوع عليهم مجد الله. اليوم في نشرة داود خلق لكم منجي هو المسيح الرب. مشاو الرعيان بالعجلة يشوفوا الطفل تاكي في الزريبة، وهم أول واحدين بشروا بالأخبار الزينة الإنجيل لمبكر خلات المخلص. وعاقب أسبوع زينوا الطفل وسماه عيسى، وعاقب 40 قاسوا به دشرة القدسية كذبحوا له في بليده ينقال لها هيكل الله. هيكل الله هو البناية المقدسة للضحية والصلاة. كان في الهيكل راجل تقي اسمه سمعان، قالوا روح الله عنه ما يموت ما شاف المسيح. واك يا مولانا، خلي عبدك يموت بسلامة حسب اللي قلت. عيني اليوم شافوا نجاتك لنا، اطفل اختار الله. الله يبارك فيك. إلين وفوا عنهم اللي كان مطلوب منهم شريعة موسى، تخطوا القدس راجعين دشرة الناصرة. إلين حق عيسى 12 عام حج معاه يوسف ومريم شور دشرة القدس في عيد الفصح. يا قير منين عادوا راجعين شاكين عنه معاهم ابقى الطفل وراهم. راجعين القدس ياكي لو دولو، وفي نهارهم الثالث جبروه في هيكل الله قاعد وسط علماء الشريعة. هذا هو اللي يطرح هذه الأسئلة من الصبح. هو من الناصرة، شكينا عن نرجع معانا، سمحونا برشتو. اللي سمعوه كاملين تعجبوا. يا ولي علاش تعدلنا له؟ نخلعنا عليك أنا وأبوك ولودنا لك. علاش تلودوا لي؟ ما تعرفوا اني لازم اعدل شؤون ابويا. رجع معاهم وكان بارهم وعاد يكبر ويقوى في العقل والجسم وفي رضا الله والناس. نلحق العام 15 في حكم الامبراطور طيباريوس، وبيلاطس البنطي والي ولاية اليهودية، وهيرودس ملك ولاية الجليل، وحنان وقيافة الشيوخ الهيكل. نزلت كلمة الله على يحيى بن زكريا اللي كان يدعي الناس يتوبوا ويتعمدوا إياك تغفر ذنوبهم. توبوا من ذنوبكم وتعمدوا وبلانا يدور يغفر لكم. هذا هو اللي مكتوب في سورة النبي أشعياء: صوت مناد في البرية يقول أعدوا الطريق للرب اجعلوا سبله مستقيمة كل واد سيردم وكل جبل وتل سيخفض كل الأماكن الملتوية
ستصبح مستقيمة، وكل بشر يبصر إنقاذ الله. إن شاء الله نعدلوا. قول لنا إيش نعدلوا؟ يا أولاد الفاعي، إيش الدور من نعدلوا؟ أيوة إن شاء الله تنواسوا. اللي عنده لبستين بنتين يعطي واحدة للي ما عنده شيء، واللي عنده لوكيل يحضر فيه الأخرين. يا معلم، احنا جماعة الضرائب، ان شاء الله نعدل. لا تجمعوا اكثر من الضريبة المفروضة. واحنا الصنادرة، ان شاء الله نعدل. لا تقبلوا حيوان الناس بالعنف، ولا تتهموا حد بشكل ابدا، وقنعوا بخلاصاتكم. قول لنا، هو انت المسيح؟ انا نعمدكم بالماء، يا غير جاي حد اخر اعظم حتى مني. ما نستحق نحل سيول العائله؟ هو اللي الله يعمدكم بالروح القدس والنار، يدور يفصل بين القمح والحشيش، ويدور يجمع القمح كامل في المحصن. ينزل الروح القدس على سيدنا عيسى في هيئة حمامة، نسمع صوت من اسمه يقول: أنت ابني القالي اللي أنا راضي عنه. الوقت اللي بدأ فيه سيدنا عيسى علم الناس كان عمره 30 عام تقريباً، ورجع من نهر الأردن مليان من الروح القدس اللي قاد الشور الخلوة بل منين الشيطان جرب لمدة 40 يوم. وفي ذاك الوقت كان صايم ما يوكل شيء الليل ولا نهار. وقال له الشيطان: إذا أنت ابن الله قول لي الحاجة راح تحل لك مبرايا. مكتوب في التوراة: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكلام الله. اطلع به الشيطان ونعت له ممالك العالم وكنوز الارض وفرمشه. ندور نعطيك القدره، جميع اموال العالم هي كامل نعطات لي، وانا نعطيها للي بقيت، ولا اللي سجدت لي يعود كامل ملك له. مكتوب في التوراة: للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ومشى به الشيطان شور القدس، ومنين لحقوا هيكل الله طلعوا فوق السطح. اللي عد ابن الله رصف من هون به اللي مكتوب في الزبور: يوصي ملائكته بك لكي يحفظونك، فعلى أيديهم يحملونك لئلا تصطدم قدمك بحجر. مكتوب في التوراة: لا تجرب الرب إلهك.
برج عيسى شور الناصرة بدي منين أربع. مرحبا. كباس. وفي يوم السبت نهار العبادة دخل عيسى في المجمع كعادته. وعطاه يقرأ آيات من سورة الشعياء. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر الفقراء، أرسلني ينادي للمأسورين بالإطلاق وللعميان بالبصر، ليطلق المسحوقين أحرارا وأبشر بسنة القبول عند الرب. اسكت هازين. اليوم تحقق اللي سمعته من التوراة في الوقت اللي تصنته. تحقق اللي شفت التوراة؟ غير المسيح المنتظر وحده هو اللي قد يكمل ذاه. اسم حاله. دوروا تقولوا لي بلا شك المذل، يا الطبيب داوي راسك. وتقولوا لي مولي، عدل في دشرتك ذاك الفت عدلت في دشرة كفرناحون. يا غير نقولكم الحق، ما خالق نبي، قطنق بلف بلو. ذا الكلام يعرف عن عيسى هو المسيح المنتظر. الذي مسحه الله بروحه ورسلوا إياك يسلك شعبه وباول اليهود يقبلوا أنه المسيح وهمهم يسرقوه من فوق الكدية يقال أنت الراس منهم ومشي عنهم وقاس نشرة كفر نحوم وفي ولاية الجليل وكان الجيش الروماني واصحابه من شيوخ الهيكل في القدس يظلموا الناس حتى وكان الشعب يتمنى مجي المسيح اياك يحررهم السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعان رفدني في بالوقتك. تفضل. هو لا يمشي عنا. التسعة عادي نتكلمنا. كلمنا. عيسى كلمنا. خالق نهار مشاو راجلين شور هيكل الله يصلوا الاول فريسي مدين ولو خرج مع ضرايب وقف الفريسي على سر وصلى وقال يا ربي حامد لك اللي ماني كيف تلخرين السرارقية المحاليين وزنات وحامد لك اللي ماني كيف هذا جمع الضرايب نصوم في السبتة مرتين ونعطيك العشر من الليلي كامل يا غير جماعة الضرائب كان واقف على زر الماء وقاعد يرفد عيني قاع يا غير يخبط صدر ويقول اللهم ارحمني انا المذنب نقولكم الحق عند الراجل رجع لبيته مغفر ذنوبه بعكس الفريسي الرجاجل يتكبر لا هي يتضع واللي استقر راسه لا هي رتفع قدم فالوقتك بعيد شور عمق الماء وزرق انت واصحابك شبكم في البحر يا معلم اشتغلنا ليلة كاملة وما اجبرنا شيء
يا غير بمرك انت ندور نزرق الشبك. يعقوب يوحنا يعقوب يوحنا كعزوا بالي بدكم بالعجله وها وعاونونا ما نقدر نحن واحلين. ذا كافي ذا كافي بعد عني يا سيد بي اللي ذنوبي يا سرى. لا تخاف منظرك لا يتصيد الناس. تعرفون ان الملوك الكفار دائما متكبرين وحكامهم غلام قرعسكم لا تحامرون. واحد منكم يبقى يعود عظيم يأتو يتواضع ويعود عبد يخدم الناس فره يكانوا يشبه ابن الإنسان اللي ما كان جاي للناس سياك تخدمه يا غير اياك يخدمها وقاموا سيل دمه بعزة يفديها. راعيه جاي شوفوه عيسى عيسى توصل لك تنقل ملتي الوحيدة ارحمها لا تموت عندها إلا 12 عام فقط وشيت لك معي معي يا أخي واجحة عيسى بنتك ماتت ولا تكدر على المعلم لا تخاف آمن وتوف الدور تبرا ماتت يا غير لا رقد تفيلي قومي أعطوها شي تأكلوا أرعاوكم لا تعلموا حد باللي خلقهم عقب هذا الشاف عيسى جماعة ضرائب اسمه مت اللاوي قاعد عنده في مدوان تلبني ما
وطلع عيسى على الكدية يصلي، وبات الليل كامل يصلي لله. منين طلعت الشمس عيطت لعميده واختر منهم 12 وسماهم رسل. سمعان اللي سماه بطرس، وأندراوس خو بطرس، يعقوب، يوحنا، فيليبس، بارثولوماوس، متى، وتوما، يعقوب بن حالفي، سمعان لقب المتحمس، يهوذا أخو يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي اللي عقب خانه. سعدكم يا الفقراء به اللي لكم ملكوت الله، سعدكم يا الجائع ضرك بكم اللي لا يتشبعوا، سعدكم يا الباكين ضرك بكم اللي لا يتضحكوا، وسعدكم لين تبغطكم الناس وتطردكم وتنسخ عليكم وتقول عنكم الشر بسبت ابن الإنسان، تمونكوا لين يخلق ذاك وارقصوا بفرح به اللي ما حسوا لكم مجازات كبيرة في السماء، به جدودهم كانوا يعاملوا الأنبياء بالصيفة. سبعتاش 18 19 20، هذا هو اللي عندي. لا هو عندك سيدي، ويلكم انتوما يا لقنية عذرك، فتو تمونكتو في الدنيا. ما يبغى عود غني هو مجنون. ويلكم انتوما اللي تضحكوا ذرك بيكم اللي لا يتبكوا، ويلكم انتوما اللي تشكركم الناس كاملة به اللي جدودهم كانوا يشكروا للأنبياء الكذابين. يا غير نقولكم أنا، ابغوا عدوكم، عدلوا الخير لذوك اللي يكرهوكم، باركوا اللي يلعنوكم، صلوا للي يظلموكم، وإلى طرشك حد على خدك أعطيه الخد الأخر مولي. وإلى قبال دراعتك لا تمنعوا من تركيك مولي، أعطوا لذوك اللي يطلبوك. وإلى قبال حد منك حيوانك لا تطلب ويردوا، عدلوا الاخرين اللي تبقوا الناس الاخرى تعدلكم. الا بقيتوا لا ليبقوكم وتوف، علاش تجازاوا على ذاك؟ حتى المذنبين يبقوا اللي يبقوهم. الا عدتوا تعدلوا الخير لا اللي يعدلوا لكم، علاش تجازاوا على ذاك؟ حتى المذنبين يعدلوا ذاك. علاش يا سيدي؟ علاش يتكلم لها؟ ذا الشي يا نخلان، ما
لا ابقوا عدوكم، عدلوا لهم الخير، سلفوا يسوى ما وخلصتوا، تجبروا مجازات كبيرة، والدور وتعودوا أبناء العلي. به اللي عدل الخير للؤماء والأشرار، عودوا رحماء كيف تبوكم السماوي رحيم. عيسى سلكنا. لا تحاكموا، إياك ما تحاكموا، لا تحسبوا الشر، إياك ما يحسب لكم. أغفروا لا هي ينقفر لكم. عيسى نعتلنا الطريق المسقمة. أعطوا لا هي ينعطالكم بالمكيال اللي تكيلوا به يكيل لكم. الأعمى ما يقد يقود أعمى أخر، ألا يدور يطيحوا لزين في حفرة. علاش تشوف القشرة اللي في عين أخوك وما تتفطن الخشباية اللي في عينك أنت؟ معلم سدد خطانا. فاصلين فيك يا معلم. سعد أمك اللي حملتك ورضعتك. وسعد من ذاك ذوك اللي يسمعوا كلام الله ويطيعوه. نبقى نتعرف على الراش. عندك عنده هو المسيح المنتظر. ونادى في الريس اسمه سمعان سيدنا عيسى يتعشى معاه، وشاع عيسى في داره وقعد على المائدة. تركي ايوه تفضلوا شربيتكم. ليش تفعتوه؟ مشو؟ تركي مرموحي. ايش الدار هون؟ ما نعرف. الراجل عاد نبي رسول توري عرفتي المرأة من هي لمستو يدوري عرف انها مخصور تخبار. نعرف المرأة من هي يا سمعان. عند الشلاه نقولوا لك خالق رقاجين سلف لهم واحد من الدين، واحد يسالوا ياسر من الفضاء والوقال يسالوا شوي. هما الاثنين ما قدروا خلصوا ديونهم وسامحهم الاثنين، ايهم لا يبقي حتى عمدي عنه اللي نسمح له أكثر حق. بعد شفتي المرأة دخلت دارك ما عطيتني الماء الكرعية فخلافها هي صقلت كرعية بدموعها ومسحتهم بصغبها، ما عانقتني في الاستقبال يا غير هي ما وقفت عن حب كرعية، وانت ما عطيتني المسك الراسي يا غير هي كبت المسك على كرعية. نقول لك الحق، عزتها الكبيرة اللي دارين عن الذنوب هالياسر غفرت يا غير اللي انغفر له لا شوي ظهر من العزة لا شوي. ذنوبك انغفروا لك. لا واحد مو يغفر الكفر اشواه إيمانك سلكك، مشي في السلامة. عيسى في تشور يبشر ويوعظ ملكوت الله ومعاه تلاميذه له 12 وشم العليات اللي سلكوا من الشياطين مريم المجدلية ويونا مرت خوز اللي كان وكيل الملك هيرودس وسوسن
هيرودس المليكة على ولاية الجليل تحت حكم الرومان احبس يحيى به اللي شقر له عنه تزوج مع صاحبة اخوه. ايوه منين جينا المدخل لشرة ناين شفنا ميت مرفود للمقبرة والميت كان ولد الوحيد الأرملة اللي منين شاف عيسى شفق عليها مس الكفن وقال له قوم الفوق يا فقراش جل ميت قاعد وردوا عيسى لمو سولوه قولوا له انت هو اللي قال يحيى عنك جاي والله حانوا واحد اخر. معلم معلم مشان يحيى نسولوك يا كانك انت ذا اللي كان لاجي ولا نحان واحد اخر. رجعوا قولوا لي يحيى شفتوا وسمعتوا العوم يخرصوا وزحاح في قطره ويا سعد بعد ذوك اللي ما يشكوا فيه. أركب عليك تافي ترى إفشي. إيه شفت عيسى خاري حرات مراقي أحرث وعنده منين تبارك معي أحد الطاحش من الحب على الطريق وطاعوا لي الناس وجاوا الطيور وكالوا وش من الحب طاح بين الأحجار منين نبت الحب بين الأحجار يبس بيه قلة البلول وش من الحب طاح في الشوك ونبت الشوك مع الحب وخنقو والاخر طاح بتراب زينة ونبت نبات ما هو معقول بيه الزين حبة مية. معلم علاش دايما تتكلم بالمذار قدام الناس؟ معرفة اسرار ملكوت الله كاملة نعطات لكم يا غير الاخرين تجيهم بالمذار اياك يشوفوا ولا يخرصوا ويصنتوا ولا يسمعوا. هذا هو المعنى المثل. الحب هو كلام الله. الحب الطاح على طريقي مثل الناس تسمع يا غير يجيب ليس ويقلع الكلمة من قلوبهم إياك يمنعهم من يآمنوا ويصلكوا. الحب اللي طاح بين الأحجار يمثل الناس اللي يسمعوا الكلمة ويفرحوا بيها يا غير ما عندهم أصل يأمنوا الوقت قصير ومنين يجي وقت الضيق يولوا. الحب اللي طاح بين الشوك يمثل الناس اللي تسمع يا غير يخنقهم التخمام في الدنيا وغناها وملاهيها وثمرتهم ما طيب. الحب اللي طاح في التراب الزينة يمثل الناس اللي تسمع الكلمة وتقبلها بقلب طايع ومين وصبرهم لازم يزمع. ما خالق حد يقدي لمبه ويغمرها والله يديرها تحت المتكة يا غير يضوي بيها. اياك الناس اللي تدخل تشوف النور اللي كامل كان مشحود لا هي وخاضر قدام واللي كامل كان مغطي لا ينجبر ويأخذ الضوء. اطرحوا بالكم اللي فات عاد عنده شي دور ينزاد يا غير اللي ما عنده شي حتى شوي وشاك انه له دور ينقلع منه. معلم امك واخوتك واقفين قدام يدور يشوفوه. امي واخوتي ذوك اللي يسمعوا كلام الله ويطيعوه.
خالق نهار ركب سيدنا عيسى في قارب مع تلاميذه وقال لهم وها ونقيسوا الحاشية الثانية. وفي طريقهم رقد هو. إيمانكم منين؟ ورساو عقب ذاك في بلاد الشراسين اللي مقابل الجليل. ابن الله العلي انت شدار بي وجيت لك لا تعذبني. انت اسمع انا ياسرين وجهنا لك لا تزرقنا بالهاوية خلينا ندخلوا في خنازير. ارجعوا اوقفوا اوقفوا. ومرقوا الشياطين من الراجل ارجعوا ودخلوا في الخنازير. امشي من هون انت سحار امشي تبلينا منك امشي امشي من هون. لاني نمشي معك شور كل بليدة خليني نتلبك. ارجع لهلك واشهد باللي عدلك الله. ونعزل عيسى وتلاميذه في بليدة اسمها بيت صيدا. ولين علمت الناس مشاو كاملين وراه. عقاب النهار قال بطرس معلم
وللناس على انهم يمشوا شرد الشراب والحرايد المزربين بينهم يوكلوا ويباتوا للبليدة بعيد. وكلوهم تومشي عندنا لا خمس كسرات وحوتي. مبارك أيها الرب إلهنا مالك العالمين الذي يخرج الخبز من الأرض. ما هو معقول؟ الناس شاكاني منهم. واحدين يقولوا انك يحيى، واخرين يقولوا انك النبي الياس، والباقيين يقولوا انك واحد من الانبياء الاولين ارجع للحياة. ايوه انتوما قايلين اني منهم. انت المسيح المنتظر. لا تخبروا حد بذا بني الإنسان لازم يتعذب حتى ويرتفض ولا هي ينقتل يا غير في اليوم الثالث يدور يقوم حي. أيكم الإلهية تلبني؟ نتربك يا معلم. يا غير خليني الأول نتوادع مع أهلي. المتبارك معه يجي ويخرص وراه ما يصلح لملكوت الله. اللي يبقي يجي معايا يزهد في الدنيا وينسى راسه وكل يوم يرفض صليب موته ويتلبني. به اللي هامه يسلك نفسه ويخسرها يا غير اللي يخسر نفسه من أخلاقي سلكها. إيش فايدة رقاج يربح الدنيا كاملة وخسر نفسه؟ رقاج يحشم مني ومن كلامي. لا هي يحشم منه ابن الإنسان لين يجي في مجده ومجد أبوه والملائكة القديسين. نقول لكم الحق، واحدين منكم ما هم لا يموتوا لين يشوفوا ملكوت الله. سيدنا عيسى يوحنا يعقوب وبطرس شور الكدية يصلي.
وفي أثناء صلاته تغير وجهه ولباسه وبياض وبياض يحير وتم لين ظهر لهم رجاجين هما سيدنا موسى وسيدنا إلياس مزرب بهم القدرة العالية وقالوا له دور تكمل يا رات الله دور تموت في القدس إلين مشى موسى والياس عن عيسى قال له بطرس معلم مزين قعدتنا هون لهين بنوت التخيام واحدة لك وواحدة لموسى في أثناء كلام بطرس واحدة لياس ظلت عليهم مزنة وخافوا تلاميذه ونسمع صوت من المزنة يقول هذا هو ابن المختار اسمعوا له معلم معلم وجهت لاخر راس لي ولدي عاونو يا برا شوف هذا ابني الوحيد ضبطت تلاميذك الحاج يقولو وقلبهم مدناكم انتوما مدام حالية إلي انت لا انت متحملكم جيب لي ولاك علم الأصلة كيف يحيى علم التلاميذ الأصلة قول في صلاتك أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك على الأرض كما هي في السماء خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما غفرنا نحن للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير أطلبوا إن أطالكم لودوا تجبروا كروا الباب ينفتح لكم اللي يطلب ينعطال واللي لود يجبر وكل حد يكر الباب يدور ينفتح له وين هذا الوالد اللي يعطي الولو حنش إلى اللي طلبوا حوته والله عقرب إلى اللي طلبوا بيضة إلا عطنتم الاشترار تعرفوا تعطوا شي زين لأولادكم فلا حرابوكم السماوي يعطي روح القدس للي كامل كان يطلبوا
نقول لكم الحق، لا يخممكم شي في حياتكم تاكلوه، ولا يخممكم شي تلبسوه. بها للحياة خير من الوكيل، والجسم خير من اللباس. شوفوا القربان، ما تحرث ولا تجمع يا غير مولانا طعمها. ماركم اشبنتوا مع حتى من الطيور. ايكم بتخمامه وهمومه يقد يزيد عمره الين عدتوا عاجزين عن شي صغير، علاش تتخمو في الباقي؟ خرصوا النوار اللي نبت، ما عيش طالو ما يغزل. وسليمان بجلالته ما كان يلبس لباس كيف تصغر واحدة منه. ومولانا اللي يلبس الحشيش اليوم اللي لاهي ينطرح في النار الصبح، يدور يلبسكم انتوما حتى ما قال فيشكم فيه. يا رب قوي إيماننا. إذا كان إيمانكم قد حبة جقراج تقدروا تقولوا لهذه صدرايه نقلعوا من هون ونقرصوا في البحر الدور تسمع لكم. عثرات الذنوب جاية بالقرش يا غير ويل اللي يعود السبب. أخير بعيد يرتبط بخرزته حجرة كبيرة وينسرق في البحر، من يعود عثرته في الطريق واحد من الإسقاء. شنبت ملكوت الله نشبهولكم، هو كيف تحب تجقراج حدث هرقاج في حريزته ونبتت الحبة وعادت صدراي وتعشش الطيور فوق عراشها. أنا ما فهمت واش يقول. علاش توكل وتشرب مع جماعة الضرائب وبنديات؟ الناس الصحاح ما هم فاصلين في طبيب، المريض هو المحتاج. أنا ما جيت ندعي الصالحين للتوبة يا غير الخاسرين. بلادك زين على ملكوت الله، ردها علينا. لا تخافوا، انتوما مع ابوكم السماوي كيف الخرفان الصغار مع راعيهم زيان عنده يعطيكم ملكوته. بيعوا لتملكوا وصدقوا على الفقراء، عدلوا لكم غباية ما تخسر وكنز في السماء ما ينتقص. بيه اللي السراقة ما هم لا يلحقوه، والسوسة مولي ما هي لا يتوكلوا. بيه اللي بل منين فيه كنزكم فيهم واللي قلبكم. يا المرأة انحلت عقدة كتافك، شوفوا شوفوا رايها برات، هذه معجزة. وهاو شوفوا، الحمد الحمد لله. الله يجازيك يا معلم. خارجة 6 أيام الآن الشغلة، تم وجود دواو في ذي الأيام 6 ذات جيوم العباد. يا المنافقين، يوم السبت ما قطع كم حد منكم عن يحل رباط حمار والله وداش ومشي يسقيه. هذه المرأة من نسل إبراهيم كان الشيطان عقد كتابها من اللي له 18 عام. ما يلتنا نحلوا العقدة عنها يوم السبت.
يا صالح شعلا عدلو بصلاح الآخر. علاش تقول لي صالح؟ مع خالك صالح كون مولانا وحده؟ تعرف الوصايا، لا ترتكب الزنا، لا تقتل ولا تشهد بشهادة الزور، أكرم أباك وأمك. من أنا صغير وأنا نعدل الوصايا كاملة. خاصك شوخرة عدلو، بيع اللي عندك كامل وقسمه على الفقراء، تعود عندك كنوز في السماء. عدل لو تلبني يا غير، احنا تجار أغنياء. مصعب على غني ملان يدخل ملكوت الله، أصعب حتى على الغني أنه يدخل ملكوت الله. من نجم الله يأخذ من عين برس غيره. أيوة، من اللي قد يسلك؟ المستحيل على الإنسان ممكن عند الله. مين يجبر بالتحديد ملكوت الله؟ ملكوت الله ما يجيب صيفة قد ينشاف، ما يقد حد يقول شوف ذوكو والله ذهو بيه اللي ملكوت الله في نقركم. يدور يجي الزمن تتمناو فيه تشوفوا يوم من أيام ابن الإنسان يا غير ما تشوفوا. كيف تضاول البراق اللي يشق السماء ويضوي من زر لزر بنفس الحيلة يعود ابن الإنسان في يومه يا غير سابق ذاك؟ يدور يتألم حتى ويرفضوا هذا الجيل. أقمال السماء يزول وأقمال أمالي للتراب تزول من زوالنا أصغر نقطة من شريعة موسى. ياسر من الأنبياء والملوك تمناوا يشوفوا اللي شفتوا انتم ولا شافوا، ويسمعوا اللي سمعتوا ولا سمعوه. إش يالله نعدلوا؟ إش مكتوب في التوراة؟ شنو هو تفسيرك لذا؟ أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قوتك وكل فكرك، وأحب قريبك كنفسك. ذلقت حق عدل هذا دور تعيش. من هو قريبي؟ ما هو صناد ربع؟ ما هو بعد قيصر. خارق نهار تم راجل جاي من القدس وعاد بشرة ريحة إلين هاجموا السراقة، جردوه وبطوه إلين جباوه على الموت، وكان واخذ من نفس الطريق شيخ الهيكل إلين شاف الراجل حوشة وخاض من الزر الأخر، وخاض مولي عليه واحد من آل عمران وإلين شافوا حوشة وخاض من الزر الأخر. يا غير خارج مسافر من السامريين المكروهين خاض من نفس الطريق وإلين شافوا شفاق عليه، حاز عليه وداوى جروحه ورفدوا معاه على مركوبه لاحقوا اللوتل إياك يعتناوا به. ونهار من قد قبل دينارين وعطاهم المولى اللوتل وقال له اعتني بذا الراجل ومنين نرجع لاهن خلصك اللي زقلت فيه كامل. أي هذا الرجال الثلاثة اللي ظهر عنه قريب الراجل اللي هاجمه السراقة؟ ذاك اللي حسن عليه؟ وانتم عدلوا كيفو؟ آه خلوا لي شاش ريجوني لا تحكموهم عني، بي اللي ملكوت الله للكيفهم. نقولكم الحق، اللي ما يقبل ملكوت الله كيف تشير صغير ما هو لا هي يدخل فيها أبدا. اللي استقبل يشير باسمي اللي استقبلني، واللي استقبلني استقبل المولي اللي مشاني، به اللي أصغركم شانه ولا أكبركم شان. شنو هذا؟ عيسى الناصري واخذه من هون. عيسى عيسى
ابن داوود حن عليا. اش تبقيني نعدل لك؟ ترد لي بصري. خرص إيمانك رد لك بصرك. نشوف ارجعوا لي بصري. نشوف أثناء طريقه قايس القدس كان يتلاقى بجمايع في كل بلايدة، وكانوا يطلبوه ينعتلهم الطريق السلاكة يعلمهم المزيد عن ملكوت الله. هذا الراجل قطع النبي يا معلم سلكنا. سلكنا الحمد لله نعسلنا طريق لمسكنا. خالد جماعة درايب اسمه زكة كان ساكن دشرة أريحة، ومن عزت عليه يشوف عيسى طلع فوق صدرايا وعاد فوق الناس كاملة. توكو جماعة درايب زكة نقز بالعجلة، لازم نبرك بدارك اليوم. داريانا الله يبرك عند راجل كيفته. تعرف زكة بعيسى؟ اسمعوا لاهي، نعطي نص اموالي للفقراء، واذا عدت ظلمت حد يسوي منه ندون نخلصه 4 مرات. هذا ما هو معقول، جماعة الضرائب يرجع للناس سريلهم، هذا ما قد شفناه. اليوم ذا الراجل تنجم من ذنوبه، به اللي هو مولي من ذرية إبراهيم، جبنا الإنسان الأول ويسلك الضائعين. اسمعوا، أرانا لاهي نمشو شور القدس، بل منين يخلق ذا الكتب الأنبياء عن ابن الإنسان. لاهي نعطى ليدين الكفار يجوقوا فيه ويكسحوه ويتفلوا عليه، وعقب ذاك ينجلد وينقتل. يا غير في اليوم الثالث يقوم حي. ومع أن عيسى كان يعرف أنه لاهي يموت في القدس لياكر في ذنوب البشرية كاملة، ذاك ما حكموا عن نقص القدس. وياسر من الناس صرحت بمجيه وعيطوا يعلنون الملك. معلم قول لتلاميذك اللي سكتوا عنا. قلت لكم إلا اللي سكتوا التلاميذ. دور الأحجار تابت تسكت من الفرح. مرحبا سهلا وأهلا. قرب سيدنا عيسى من القدس
ومنين شافها كحت عليها. يا مصابك، عرفتي في نهارك طريق سلامة غير ما قديت تشوفي. يدوريش الزمن اللي عدايك يدوروا يحاصروك فيه ويزربوا عليك من كل جهة ومن قوتهم، يدوروا يهدموك انتي واللي فيك انتي وولادك. ما هلاهي تبقى فيك حجرة في بليدتها بيها اللي ما عرفت الزمن مجيرك الله. هيك الله في القدس كان يال تعود بليده مقدسه لاضحيه وصله يا غير شيوخ الدين والتجار الكبار عدلوه مرسى يتاجروا فيها، يفرضوا على الحجاج يبدلوا الفضاء ويشروا حيوان لاضحيه من عندهم. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. وكبرت معارضة بعض شيوخ الهيكل به اللي الشعب كان ينادي عيسى مليك. قال لي عن ناس من الناس اعتبروا عنه مليكهم. مليك؟ مليك الدعاف والجهال، مواقفه خطيرة. يا قيل احنا دايرينه تحت المراقبة، ما يقدر عدر شيء. رد بالك، الناس التالبت والتنزاد كل يوم. به اللي الشعب مقدسه شاك عنه مليك. راني قايلكم عن الراجلين يعدوا الفوضى مرة أخرى، دوروا تشوفوا. عندي عن الوقت الحب للمواجهة مع عيسى. لا باش هاجم عيسى المنافقين من شيوخ الهيكل وفقهاء شريعة موسى، باش انزادت عداوتهم له وانزادت شعبيته هو حتى. وفيك الله شاف عيسى رمالة ضعيفة أعطاه نحاستين. هذا قليل، ما تقدر تزيدي. نقولكم الحق، هذه الأرملة المسكينة أعطاه أكثر من الأخرين، بيها للناس الأخرى أعطاه الفضل ما ينحتاج لها. يا غير هي الفقيرة أعطاه لعندها كامل. قول لنا بأي حق تقول هذه المسائل؟ أم نسمع لك بذا؟ لا نجاوبكم بسؤال. يحيى من نسمح له يا عماد الخلق، الله والله الناس. شلاه نقولوا له؟ يلاقنا الله يقول لنا علاش ما تصدقوا يحيى. لا قلنا من الناس درجة من الخلق بالحجاء، الناس كاملة تقول عن يحيى كان نبي. احنا بعد ما نعرفهم نسمح له. حتى انا مولي مالي لاهي نقول لكم من اعطاني ذا الحق. خالق واحد عدد حريثة من العنب وكراها الوحدين ومشى في سفر طويل، ولين جاء وقت جميع العنب مشى الشقال وشورهم، اياك يعطوه قرعته من العنب
قاموا بطوه لين ذاك وردوه ما فيدوشي ومشى الشقال الثاني يا غير قبضوه وبطوه هو مولي وكسحوه وردوه خاوي ليدين ارسل شقال ثالث وعطبوه وزرقوه مرقب لحريثة وقال مولى لحريثة شلاهي نواسي ضرك لاهي نمشي ولي الغالي عليا يدوروا قطعا يكبروه يا غير لين شافوه جاي من بعيد تقاولوا بيناتهم هذا هو المولى الحريثة اكتلوه اياك تبقى لنا الحريثة تابع يا معلم عقبو زرقوه مرقب الحريثة قتلوه ايوه شلاهي عدل لهم مولى الحريثة طبعا لاهي يرجع ويقتلهم ويودع حريثة الوحدين اخرين شنه معنى ذي الايات الحجر الذي رفضوه البناؤون هو قد صار راس الزاوية كل من سقط على ذلك الحجر يتكسر ومن سقط عليه الحجر يسحقه سحقا معلم نعرف عن اللي تقول كامل حد لا عندك اي عنصرية ضد حد وتقري طريق مولانا تمسقمه قول لنا اندرى يا كام حلال علينا نعطوا الضريبة للقيصر والله بدي احذر يا معلم من ذيك شركة اعطوني نحاسة لمن هذا الوصف وذا الاسم القيصر ايوة اعطوا للقيصر اللي للقيصر واعطوا لله اللي لله وش عيد الفصح اللي عادة يأكل فيه اليهود الكسور مدة أسبوع ومشى عيسى بطرس ويوحنا إياك يجهزوا عشاء الفصح الليلة تمنيت حتى نأكل معاكم عشاء الفصح هذا ساق ونتعلم راني قايل لكم عني ما تليت لاهي نوكل عاقب ذي لين يتم معنا في ملكوت الله مبارك أيها الرب إلهنا مالك العالمين الذي يخرج الثمر من الأرض أقبضوا ذو قسموا بينكم بيا اللي مات ليت لاهي نشرب من ثمرة العنب لين يجي ملكوت الله مبارك أيها الرب إلهنا مالك العالمين الذي يخرج الخبز من الأرض هذا هو جسمي المعطي عنكم عدل هذا إياك تذكروني هذا الكأس هو العهد الجديد بدمي اللي لا ينسفك عنكم يا غير ذا اللي لا يخوني قاعد يتعشى معايا ضرب وحق عن ابن الإنسان لازم يموت حسب الكان مكتوبي يا غير ويل ذا اللي يخوني لا ما يصح لا أظهر قلت الصح لا ما هو معقول من هو الخاين يا معلم لا
الكبير فيكم لازم يعود كيف تصغير فيكم، وشيخكم يالله يعود كيف تعبتكم. من هو الكبير اللي يقعد يتعشى والله اللي يخدم؟ طبعا اللي يقعد يا خير. أنا بينكم كيف التل يخدم؟ انتم ما بقيتوا معايا وقت الشدة، والحالة اللي اعطاني بيها ابويا السماوي سلطان الملك ندور نعطيكم انتم نفس السلطان. اياك تأكلوا وتشربوا على المائدة في ملكوتي، وانتم دوروا تحاكموا اسباط بني اسرائيل الاثناش. معناها ان ما في خاين. سمعان سمعان الصنت، الشيطان يبقى يجربكم كاملين. اياك يقرب لكم كيف تتقربي للحراس ولا للقمح من الكشور. يا خير صليت لك يا سمعان، اياك مالك ما يتعذر. ومنين ترجع لي لازم تقوي خوتك الاخرين. سيدي انا مستعد نمشي معاه شور الحبس وحتى نموت معاه. قلت لك يا بطرس عرف انك ساوي قوق يديك اليوم دور تنكر معرفتك ثلاث مرات. ندرا كان خاصكم شي تمشيت لكم بلا فضا وبلا نعايل وبلا عوين. ابدي ما خاصنا شي. يخير ذاك اللي عنده فضا والله عوين يرفدو، واللي ما عنده سيف يبيع الباس ويشري به سيف. راني قايل لكم انه مكتوب في التوراة انه قد حسب مع المجرمين، اللي ونبأ به عني كامل لا بد من يخلي. شوف يا معلم راعي خنجرين. خليك من ذا. وش تمع مجلس اليهود اياك يخطط الحيلة يتخلص بيها من عيسى؟ ودخل الشيطان في واحد من التلاميذ الاثناش يهوذا الاسخريوطي، وتآمر مع الشيوخ الهيكل على عيسى، وخاض عيسى من القدس قايس جبل الزيتون يصلي. صلوا ياك ما تعدلوا شي خاسر وقت الشدة. باع يهوذا الإسخريوطي عيسى بثلاثين دينارا من الفضة. عيسى كان يعرف عن موته لرفود ذنوب البشر كاملة عاد تقريبة، وصلى ذي الصلاة. أبي إلى اللي قبلت بعد عني ذي المحن يا غير، تخلق إرادتك أنت لا إرادتي. وظهر له ملك من السماء إياك يقويه، وعاد عرق تقاطر منه على الحجرة كيف تقطرات الدم. علاش ترقدوا؟ قوموا صلوا اياك ما تعدلوا شي خاسر وقت الشده.
يهودا. تعانقني إياك تخوني وأنا ابن الإنسان. معلم لاحظته بالخناجر. واكردوه كافي من ذا. هذه معجزة. جايين رافدين سيوفكم ودبابيسكم كيف تلي ساري. كنت كل نهار معاكم في الهيكل ولا كنتو بقيتو تكردوني. يا غير اخترتو وقت ظلمة بيكم اللي انتوما قوتكم قوة ظلم. احكموه. بالكم دو مشاو به الحرس شور الحوش وجوقوا فيه على انه ملك اليهود. راي الباس الملك قول لنا شراء يا اخي يا نبي. يتسلكنا يا جلالة الملك بس لا يتسلكنا. الراجل كان مع عيسى. يا نمرة ما نعرفه كاع. أنا شفتهم لاما. تحتنا عبيدك. يا الملك خلاص نحن فوقك. انتم مالي منهم؟ ماني منهم؟ هذا الراجل قطعا كان مع عيسى به اللي هو مولي من الجليل. تم ماشي. انا اللي تقول ما نعرف شنو هو. تلفت عيسى وخرس بطرس. تذكر ذاك الوقت بطرس ذاك الفات قال له عيسى سابي قوق ديك اليوم تدور تنكر معرفتي ثلاث مرات. اللهم ارحمنا رحمه واسعه حسب قدرتك العظيمه. انت الذي قفرت لابائنا تمردم عليك. انت الذي في غضبك لم تدمر بسبب محبتك لهم ومن أجل ميثاقك وأمانتك لم تمحهم. تنبأ وخفضك. تنبأ من لأي خفضك فرق. وقفوا قلت لكم توقفوا. لحقوه قدام المجلس. أقف. واجتمع مجلس اليهود إياك حاكم عيسى.
تقول إنه أنت هو المسيح المنتظر. إلا قلتها لكم ما تجد عليكم، ومنين نسولكم ماكم لي تعطوني جواب. إلا أن ابن الإنسان من الآن سيكون جالسا عن يمين قدرة الله. أنت إذن ابن الله. أنتم اللي قلتوه. لا كفر، هذا اللي يقول كفر سكتوا عنه. مسلم سمعنا كاملين اللي قال قدامنا. وهاو النبي شعر بلاطس. هي بعده عنه. وهاي ولحقوه بيلاطس من أمتن حكام الروم وكساهم قلب به اللي فات الصلب هو وحده آلاف البشر. شو تدوروا ذا الوقت؟ مفجرين علي ذنبتكم. كمنا يا راجل يدجل الشعب. به اللي سبب الفوضى في مرسة الهيكل. باش لا يعاقب؟ عاقبوه. ماني شايف أي مبرر يعاقب به ذا الراجل. قررنا أنه مسلم. يقول للناس ما يخلصوا الضريبة للقيصر. يقول عنه المسيح المنتظر. الملك. مليك؟ أنت مليك اليهود؟ أنت لقيتها؟ سانتا من ولاية الجليل ورعيه الحق هون. في الجليل؟ هذا الراجل من الجليل. أيوة زين؟ خلي هيرودس يحاكمه. ماله مازال الله هون في القدس. لحقوا الهيرودس. انت اظهرك شاك عنك شنو؟ من هم تلاميذك؟ شايع انك تعدل ياس من المعجزات. عدل لوحده. جلالتكم، هو كان يدجل الشعب كامل ويقول عنه هو الملك. هذا مليك؟ جلالة الملك بطوحته. رجعوا لبيلاطس ما نفوليتو. الراجل ما عاد شي يستحق عليه الموت. كافي الى جلدتوه وطلصتوه
وارض عليك تطرصنا رقاج واحد محبوس من كل عيد فصل. أطلصنا باراباس باراباس وقتل الراجل. أطلص باراباس. أصلبوه. إيه أصلبوه. وانت وانت أجلدوه. إيش حاصرك يا بلا طص؟ هو عيسى. ليش تعذبوه؟ حتى عقل المسيح. ما عدنا شي خاسر. سندو وتم عياطهم عليه قران بصوات كبيره يدوروه ينصرب. وقام بيلاطس وطلس باراباس من الحبس اللي كان فيه على سبه القتل والمظاهرات به اللي الناس كانوا يدوروه ينطرس لهم. اما عيسى العطالهم ينصرب. ارجو ارجو لورا كهزوا كهزوا عني حوزوا كهزوا حوزوا خلوا الطريق حوزي حوزي ليه حوزوا أرجو لورا قوم قوم الهوم انت اسمك شنو؟ سمعان قيرواني. قدم لي ذا يا احمد. فدي عنه ايوه تقدم لورا أرجي خلي عندك قدمه كهز على الطريق يا معلم اشرب 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 يا معلم. يا منات القدس لا تبكوا عليا يا غير بكوا على رؤوسكم وولادكم فيه لا عدل ولا والعرش ما زال اخر شلاه هي خلق الى اللبس. الله يعاونك ندور ونطلبوا لك ميدان. أحرق قدم بهاي أجل أجل أنت قدم أجل أحرق قدم قدم أجل أيوة قدم أحرقوا قدم الجدام بارك فهونا Thank you.
الهواء عاجل لنا. انطروا الحبال. اغفر لهم يا أبي، بيهم اللي ما يعرفوا ذا اللي عدوا. هو سلك الناس نخرة، سلك صراصه. هيه سلك راسك يا عبد المسيح المنتظر، نقز من فوق الصليب. عدل لنا واحدة من معجزاتك. وصلب المسيح بين السارقين وتحقت بنبوءات الأنبياء في التوراه من الليل ومئات السنين. شو الباس الباس ملك عظيم. خلي لا لا شيء، عندي فكرة، أعطونا لوح العود. ايوه من حظك انت، ايش تبي تعدل الوضع؟ وداروا فوق راسه علامة تقول هذا هو مليك اليهود. صغرة ملك اليهود. مالك انت مسيح سلك راسك وسلكنا. انت ما تخاف، ربك عاقبوه نفس العقاب.
كيفتنا كون هو بلا جريمة. تفقدني يا عسى نهار ترجع بملكوتك. ما عهدك انت اللي تدخل اليوم الجنة معايا. كان ذاك الوقت القايلة وظلمت عليهم الدنيا إلين عاد العصر. الستار في الهيكل اللي كان يحول بين العباد وملاهم يشق من فوق لتحت. أبي بين يديك نسلم روحي للموت. وعند منين شاف كبير الصنادرة اللي خلق قام مشد مولانا وقال مجدي لله بالقرش. هاي كان راجل صالح. خالق راجل مسقم اسمه يوسف الرامي عضو في مجلس اليهود ما كان موافق على قرار المجلس وجبر لازم من بيلاطس يعطيه جنازة عيسى إياك يشيع على سابق ضياح الشمس ليلة السبت اللي محرم يعدلوا فيها الشيء. اسمحنا نحن نتلبوا جنازة سيدنا. مرحبا بكم يا غير وهاو السبت عذكري. بكروا يوم الحد مع الصباح شور القبر رافدات معاهم الحنوط اللي جهزوا. جبروا الحجر المقاطي القبر وكحست ولين دخلوا ما جبروا جنازة المسيح. علاش تلوذ الحي بين الموتى
ذا اللي دوره ما هو هون بيه اللي قام حي حاج لكم شي قالوا لكم وفي ولاية الجليل ذيك الساعة ابن الإنسان لا هي يسلم للكفار ولا هي يصلب يا قير في اليوم الثالث لا يقوم حي حزت ادخلنا ولحقنا جنازة سيدنا عيسى ما هي فهم كانت لا تفهم ما هو معقول ظهروا لنا ملكين نورهم يلمع كيف الشمس وقالوا لنا علاش تلودوا للحي بين الموتى ذا هو الحق صدقونا هذا حق شفناهم بعينينا مش انتوما شوفوا عيسى ماتنا في القبر وبطرس صدقنا ذا حق وظهر عيسى الاثنين من تلاميذه ورجعوا الاخرين قابلتهم الصفقه من الفرح بعد حي مشي حق وشافوا سمعان منين لقيناه في الطريق ما عرفنا ومنين كسر الخبز حدنا عرفنا شرع موس عجيب اللي قاسلها السلام عليكم توم مالكم علاش الشك داخل في قلوبكم شوفوا ايديا وكرعية شوفوا عني انا هو نسوني دوروا تعرفوني الروح ما فيها اللحم ولا العظام كيف ترعوا فيها هذا هو اللي قلت لكم ذيك الساعة ما حدي كنت معكم اللي جعلني كامل في شريعة موسى وكتب الأنبياء وزبور داود كان لازم يخلي كامل هذا هو اللي كان مكتوب المسيح لازم يتعذب وفي اليوم الثالث يقوم حي من الموت ويبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايا لجميع الأمم ابتداء من القدس انتم شهود على ذا كامل والله نرسل لكم الروح القدس اللي وعدني به أبي يا غير تحراوا في القدس إلين تنزل عليكم قوة من عند الله الله يبارككم ويحفظكم أعرفوني أن أعطاني كل سلطان في السماوات وعلى الأرض إذن امشوا تلملوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم يعملوا بكل الوصايا اللي وصيتكم بيها أعرفوني معاكم كل الأيام إلى نهاية الدنيا آمين الأنبياء من مذالهم كتبوا في الكتب لأن مولانا يدور يرسل المسيح ينقذ المذنبين ويصالحهم مع نفسه حياة المسيح تنعت بصفة واضحة بأنه هو ذا المنقذ
اللي وعد مولانا بأنه له يرسل للعالم. النبي إشعياء اكتب إن عذراء له تحمل وتجبر ولد ودخلق بصيفته. مولانا بقوته سبب إن مريم معنها عذراء تحمل وبرات على عيسى. وحسب اللي قاله الأنبياء في الكتب معجزة إخلاقته كان الدليل على أنه هو المسيح، لكن اللي مولانا يعتبره ابنه. والناس ينين شافوا عيسى شافوا صفات مولانا وقوته، يشفى الناس وغفر ذنوبهم وضمن لهم بريدة في الجنة. المسيح ضحى بحياته وعذب حتى عن الناس كاملة. يا غير رجع من الحياة إياك يبين بأن قوته أكبر من قوة الموت. والمسيح هو اللي قال أنا عندي القوة على اللي نعطي الحياة وعندي اللي نقبلها مولي. حياة عيسى كانت متماشية قبال مع اللي قالوا الأنبياء عن حياة المسيح، وهذا يدل على أن كتب الأنبياء حق ولا تبدل. كيف ما قالوا الأنبياء كلمة الله كاملة، كلمتك يا رب أبدية. المسيح عيسى من نفسه قال إن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول أبدا. في البداية مولانا خلق الراجل والمرأة لكانهم يتمتعوا بعلاقة زينة معه، يا غير ما ذاقوا فيه ولا طاعوا، وهذا الفعل الراخي فرق بينهم عن مولانا. في الكتوب إن البشر كامل خاطئ، ونتيجة الخطأ أصلا موت. الناس اللي اغترفت الذنوب ما يقدروا يعيشوا في علاقة مع مولانا. يا غير بنفس الصيفة اللي اعطى بيها مولانا كبش يموت في بلد ولد إبراهيم، مشى عيسى المسيح يموت في بلد ذرية آدم. حياته وموته وقيامته بعد الموت رجعت العلاقة بين الرب وجميع اللي دار في غتوه. بطرس قال له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أيوة اللي كامل تبع عيسى يدور يسلك من عذاب جهنم ويعيش مع مولانا في الجنة إلى الأبد. إلين قام عيسى من بين الأموات قال لتلاميذه بشروا بالتوبة وغفران الخطايا للناس كاملة باسمي. وقال مولي أنه لاهي يمشي الروح القدس إياك يعود مع أتباعه وينعت لهم الحقيقة ويعطيهم القوة اللي يتبعوا بها طريق الرب. خالق أمر مذنبة تابت وتلبت عيسى وقال له هو ذنوبك مغفورة ورانك سلكتي بك اللي آمنت بي. وقال المسيح مولي أن الناس اللي تعود تبقي مولانا حق عندها ذاك دليل على أن ذنوبهم غفرت، وطلب الناس كاملة أنها تتبعه. والمجرم اللي كان على الصليب آمن بالمسيح وطلبوا أنه يسلكوا، قال له المسيح عيسى اليوم ستكون معي في الفردوس. واللي كامل اختر أنه يتبع المسيح عيسى يقد يبدأ علاقته معه بهذا الكلام: يا رب أنت قدوس وأنا شاكرك أنك قابلني كيف تولك. نعرف أني ما بريت وصاياك واخطأت ضدك، يا غير شاكرك أنك رسلت المسيح يموت عني على الصليب، وشاكرك أنه قام وملي من بين الأموات. شاكرك يا رب أنك تحملت عقاب ذنوبي. يا رب نبقي نقبل طريقك وقابل أن المسيح هو منقذي وربي، وشاكرك أنك غفرت لذنوبي وفتحت لي الباب إياك نعود معاك إلى الأبد. وطالب منك إنك تأيدني بروحك القدوس وتساعدني وتدلني على طريقك. أعطيني يا رب القوة على محبتك ورضاك، ونصلي يا رب إن كل ركبة تسجد لك وكل لسان يعترف بك في العالم أجمعين. آمين. عيسى قال عن تلاميذه الناس اللي تابعالي تعرف حسي، أنا نعرفهم وهم تالبيني. أتباع عيسى يجابر مع ذو اللي يبقوه، يتكلموا معاه كل نهار، يقراوا كلامه اللي في الكتوب ويحاولوا أنهم يطبقوه في حياتهم، ويتكلموا للناس الثانية عن محبته. والمسيح عيسى
يوجههم ويقويهم عن طريق قوة روح الله اللي يعيش في قلوبهم. واتباع المسيح عيسى يتذكروا ذا اللي قال وهو صاعد على مزنة شور عرشه في السماء: كل سلطة في السماء والأرض أعطيت لي، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمن.